طيب انا مش هسالك السؤال بشكل واضح ومباشر عشان ما اسمعش برضو اجابه هي الواضحه انه الباب المنتخب مفتوح للجميع. انا هسالك بشكل اذكى شويه او بشكل علمي اكتر، نسبه كام في الميه ممكن يحصل تغييرات في قائمه المنتخب اللي جايه؟ يعني انت حاطط مثلا هامش نسبه قد ايه ممكن نعمل فيها تغييرات؟ الطبيعي مش هتغير في القوام الاساسي. انا اتمنى انه كل لعبتنا تبقى ربنا يبعد عنها الاصابات. اولا انت عارف عندنا 6-7 جولات تقريبا، يعني انت واخد بالك، وفيها جولات في افريقيا وفي المحترفين بره عندهم لحد يوم 20. فالاجابه عن النسبه ومش النسبه ما اقدرش احددها، لكن عشان كده احنا بنشوف كل الناس. زي ما بقول لك ممكن حد يجي من بعيد اجتهد ومجتهد وبشكل كبير جدا. طبعا انا عارف هتقول لي انت بتضحك عليا، ما في حسابات خبره وفي حسابات ناس كانت موجوده لكن حسابات بذل الجهد والمستوى وعدم الاصابه ده هامش مهم جدا. هامش مهم جدا جدا في مرحله الماتشين اللي جايين. فالهامش موجود لكن ما اقدرش اقول لك بنسبه قد ايه. ما اقدرش، لكن اتمنى ان كل الناس تبقى في توب فورم لحد ما نوصل ليوم 25 باذن الله. عايز بقى السؤال الاخير ده ليك انت كمدير فني سابق لمنتخب شباب مصر. اليوم منتخب مصر الاول القوام الاساسي او اعمدته الاساسيه في كل الخطوط هم لاعبين من الجيل الرائع اللي انت اشتغلت معاه في منتخب الشباب، هم الان بعد 10 سنوات تقريبا واكتر هم قوام الاساسي لمنتخب مصر الاول. انا بكلمك على حجازي في الدفاع والنني في وسط الملعب ومحمد صلاح طبعا في خط الهجوم. احساسك انت الشخصي بقى في الامر ده؟ لا احساسي هو ده اللي بيحصل، اللي حصل مش معايا انا بس طبعا، ما معانا مجموعه لا باس بها ممتازه من جيل شوقي غريب. فشوقي عمل دور كبير جدا معانا، فتوح معانا عاشور طبعا طبعا، يعني ده ومعانا مصطفى محمد. انا جاي لك في اللي يخصك. فانا بقول لك، عايز اقول لك مش عايز اخص نفسي بحاجه. طبعا انا سعيد بيهم وانا موجود في وسطهم وعارف قد ايه هم سعداء بيا، عارف ده الاتصال جوه واحنا في اوضه اللبس، لكن طبعا ما فيش فروقات، كله بيتعامل واحد، كله بيتعامل زي الفل. عشان كده ان وصلنا لنتيجه كويسه ان روح اللعيبه كلها على قلب رجل واحد يعني. لا طبعا بتبقى سعيد، وده الغرض من وجود المنتخبات اللي ورانا. المنتخبات اللي ورانا بالمواهب اللي فيها هي اللي بتصب، لان مصلحه الفريق الاول هي نمره واحد. عشان كده القاعده لازم تبقى فيها 80 لعيب على الاقل. عشان كده بقول لك محتاجين المشروع ده. المشروع ده كمان اللي ناقصنا فيه انه 5-6 يطلعوا احترفوا. انت فاهم قصدي؟ يمكن انا محظوظ ان الجيل بتاعي فيه ناس كتيره، فيه ناس طلعت يعني وعلى راسهم صلاح، لكن احنا عايزين تبقى زي السنغال 23 لعيب في اكبر انديه اوروبا. صح. انت فاهم قصدي؟ في اكبر احنا مش اقل من ده، احنا لعبنا الكبيره، احنا لعبنا منتخب المغرب كلهم محترفين. لعبنا ساحل العاج كلهم محترفين، لعبنا الكاميرون 90% الكاميرون نفسها 90% منهم محترفين. صح. لعبنا السنغال كلهم محترفين. منتخب النيجيريا منتخب نيجيريا كلهم محترفين. صحيح. فاحنا لا بالعكس احنا مش اقل، احنا يعني كله كان مرعوب من اللعيبه بتاعتنا دي. فاللعيبه دي يعني فاتمنى ان الطاقه دي تتفتح للعيبه كلها باذن الله ان شاء الله. طيب القائمه ان شاء الله تبقى فيها لاعبين رائعين ومميزين. النهارده في الانترو يا كابتن ضياء كنت بتكلم بسبق، يعني يا جماعه لما القائمه تعلن ان شاء الله فيها لاعبين جدد، فيها لاعبين خرجوا من القائمه ندعم ونساند. انسى لا مش هيبقى في جدل، الجدل ده صحي. الجدل ده صحي لازم. مفيش قائمه تتعمل من ساعه ما الكره اتعملت مع منتخب وهتلاقي ده لا ليه وده ليه وده ليه. بس هي يمكن قلت شويه بعد الناس ما وثقت في العناصر الجديده اللي لعبت وادت بشكل كويس، يمكن تقل شويه. لكن انا عن نفسي بتمنى التوفيق للقايمه اللي هتيجي، يعني ايا مين ايا كان مين. لكن انا بطلب منك حاجه انت وزمايلك يعني، او مش بطرجوها يعني، ان احنا ما ندخلش في الاستفتاءات بتاعه التفرقه. يعني من دلوقتي بشوف حاجه مزعجه، ما دمها تقيل. طب وانت قول راي، قول لنا رايك، الشناوي ولا ابو جبل اللي هنا. بلاش من دلوقتي نعمل الفرقه دي. ايوه الناس كانت كلها، احنا لعب 3 اجوان في البطوله. صح. 3 اجوان لعبوا وكلهم كانوا كويسين مع بعض. الشناوي واقف مع ابو جبل لما نزل، وابو جبل واقف مع الشناوي لما اتصاب، وابو جبل واقف مع صبحي وهو نازل ماتش المغرب في عز الوقت الصعب. انت واخد بالك؟ فارجو انه احنا نخف دي شويه.
فلان ولا فلان، فلان ولا فلان، فبتخش غصب عنك للانتماءات. صح. احنا عايزين الحته دي قلت الحمد لله، ما صدقنا ان الناس رجعت للمنتخب. بتمنى ان يبقى اتجاهكم. انا طبعا ما اقدرش اقول لكم تعملوا ايه، انتوا ناس افاضل كلكم كاعلام، كلكم بنستفاد منكم. لما حضرتك تتكلم على مصلحه منتخب مصر، مصلحه بلدنا، هو انا هو انا كنت لسه بقول الكلام ده بعد اذنك يا كابتن ضياء، انه في حاجات ما فيهاش صح وممكن صح وممكن غلط. هو الصح واضح، الصح واضح ايه؟ ان احنا بندعم منتخب مصر، بندعم بلدنا لحين ما نشوف المباراتين وبعدها نبقى نتكلم، لكن قبل كده انا بتمنى ده، لانه احنا يعني الجهاز المصري والراجل بذلنا مجهود كبير جدا، مش كبير، اللعيبه ساعدتنا، اوضه اللبس ممتازه الحمد لله، واللعيبه كلها روحها كويسه جدا، وكل واحد كان بيزق التاني ويدفعه عشان يلعب. لك ان تتخيل الناس كانت اللعيبه ملمومه على امام ازاي ومبسوطه بيه وهو بيلعب النهائي على ساديو ماني. لك ان تتخيل ابو جبل لما نزل الشناوي كان سعيد بيه ازاي، صبحي لما نزل الناس سعيده، بره وجوه، الكلام ده بره وجوه، مفيش تمثيل. فوصلت دي، عايزينها تكمل وشويه بقى ايه الاثنين كلهم، ده كل اللعيبه كويسه. مش عارف انا بعد شهر ايه اللي هيحصل، ما اعرفش يوم المباراه مين، انت فاهم قصدي؟ لكن عايز كل الناس تبقى كويسه، بحيث انه اللي يلعب ربنا يوفقه ويكرمنا بيه ان شاء الله. ان شاء الله.